أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج صباح ومساء الذي يحتضن في جعبته العديد من الفعاليات والفقرات والأخبار التي تشهدها السلطنة، ورح نبرزها من خلال برنامجنا، ونتمنى أنكم تقضوا معنا وقت رائع وممتع بإذن الله تعالى. وأقدم أيضا التحية لزميلي سعيد. أهلا ومرحبا بك سيف. مرحبا جنان، مرحبا بكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون السلطنة عبر برنامج صباح ومساء. نبعث لكم أجمل التحايا وأعذبها بمشيئة الله تعالى، ومع برنامج صباح ومساء بمشيئة الله تعالى أيضا نقضي أمسية جميلة وطيبة بمشيئة الله. مثل ما ذكرت جنان، إن شاء الله تعالى من خلال برنامجنا اليوم مشاهدينا الكثير من الفقرات والعديد من المحطات إن شاء الله تعالى نقضيها، ويعني نساهم إن شاء الله تعالى ولو بالشيء القليل في رفع المستوى الثقافي والمعرفي لنا ولكم إن شاء الله. مشاهدينا، سؤالنا طبعا سؤال الاستطلاع في حلقة اليوم: هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لتلقي إرشاد أسري لتحسين حياتك الزوجية والأسرية؟ وطبعا رح نستقبل إجاباتكم متابعينا عبر صفحاتنا التفاعلية على الفيسبوك أمان تي في جنرال، وعلى تويتر أيضا يمكنكم مشاركتنا عبر نفس العنوان وهو أمان تي في جنرال، ومشاهدة البرنامج عبر العنوان أمان تي في جنرال. أول فقرة في برنامج صباح ومساء نستعرض فيها كالعادة أبرز الأخبار والفعاليات التي شهدتها فقرة علومنا. ومن علومنا لليوم بمشاركة 300 مشارك من مديري ومسؤولي الوحدات الصحية في المديريات والدوائر والمستشفيات في مختلف محافظات السلطنة، نظم معهد عمان للتمريض التخصصي حلقة عمل لبرنامج إدارة التمريض. وفي فقرة علومنا أيضا مشاهدينا، استضاف الطيران العماني ورشة عمل إدارة السلامة بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، وذلك بفندق انتركونتيننتال. لا زالت علومنا مستمرة في برنامج صباح ومساء. الإنجازات منها فاز ميثاق رائد الخدمات المصرفية الإسلامية من بنك مسقط بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في السلطنة للعام 2013 من مجلة جلوبال فاينانس المعروفة عالميا والمتخصصة في نشر الأخبار والمعلومات الخاصة بالقطاعات المصرفية. وفي فقرة علومنا أيضا مشاهدينا، قامت بلدية ظفار ممثلة بدائرة الشؤون الصحية بالمديرية العامة لبلدية صلالة خلال شهر مايو الماضي بحملة تفتيش صحية شملت 3129 محلا تجاريا، حيث تم خلال هذه الحملة مشاهدين إتلاف 1974 كيلوغراما من الأغذية غير الصالحة وإتلاف 197 لترا من المواد الغذائية السائلة. نوجه التحية لبلدية ظفار على الجهود التي تقوم بها، ومن الجميل كذا أن نراعي طبعا هذه المواد الغذائية عدم إيصالها إلى المستهلك بشكل مباشر، يجب توقيفها قبل أن توصل إلى المستهلك حتى نضمن سلامة الجميع بإذن الله. الله يعطيكم الصحة والعافية ويحفظكم دائما في أمن ووئام. لازلنا في فقرة علومنا سيف، وأيضا من علومنا لليوم، أقيم بالمركز الترفيهي بولاية منح ملتقى منح الصحي الأول الذي تنظمه اللجنة الصحية بمكتبة العلامة الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ونادي البشائر ضمن برنامج شبابي 2013، وذلك بمشاركة 15 مؤسسة حكومية وخاصة. والحديث أكثر حول الملتقى ينضم إلينا عبر الهاتف سيف البوسعيدي رئيس مجلس إدارة المكتبة. هلا ومرحبا فيك أخوي سيف. أهلا وسهلا نقطينان، ونشكر تلفزيون سلطنة عمان على هذه الاستضافة. الله يسلمك. في البداية لو تخبرنا كيف جاءت فكرة إقامة هذا الملتقى. حقيقة هذا الملتقى هو يتناغم مع رؤية وأهداف المكتبة. طبعا المكتبة من ضمن رؤيتها نشر الثقافة في المجتمع، والتثقيف الصحي له دور كبير في تلافي الكثير من الأمراض في المجتمع. وهذا الملتقى جاء من خلال عمل تطوعي امتد الإعداد له لمدة 4 أشهر بالتعاون بين المكتبة ونادي البشائر وعدد من الجهات الرسمية والخاصة. نعم. الأستاذ سيف، نرحب بك مجددا في برنامج صباح ومساء، وأيضا نتحدث قليلا عن الأهداف من إقامة هذا الملتقى.
أهداف الملتقى تلخصت في أول شيء تعريف أفراد المجتمع بدور المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة الأمراض والحد من انتشار هذه الأمراض، وطبعا هذا شيء مهم جدا كعمل مساند لدور المؤسسات الرسمية. كذلك من ضمن الأهداف تثقيف المجتمع بالممارسات الصحية الإيجابية، وكذلك التحذير من الممارسات السلبية التي تؤثر على صحة الإنسان. وكذلك يعني كان للملتقى هدف كبير وهو تعزيز قنوات التواصل بين أفراد المجتمع من جهة وبين المؤسسات العاملة في هذا الميدان من جهة أخرى، بحيث يكون هذا مدخل للتعامل المباشر بين الأفراد وبين مؤسسات المجتمع المدني. كذلك شيء هدف يعني ممكن نلخصه، الملتقى وفر فرص تدريبية لدورة في الإسعافات الأولية، وطبعا هذا شيء مهم. الدورة هذه كانت باللغتين، باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. جميل، إذا دعنا نتحدث أيضا عن أبرز الجهات المشاركة أخي سيف. طبعا الجهات المشاركة هي 18 جهة وليست 15 جهة ما شاء الله كما ذكر سابقا. طبعا هذه الجهات على رأسها وزارة الصحة، ممثلة في عدد من المؤسسات الصحية شاركت في الملتقى سواء من محافظة الداخلية أو من ديوان عام الوزارة. جميل. كذلك جامعة السلطان قابوس أسهمت يعني في هذا الملتقى، وطبعا مثلت الجامعة بأعضاء من رابطة الزهايمر. كذلك جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية مكافحة التبغ والجمعية العمانية لمرضى السكري، وجمعية السرطان، جمعية أمراض الدم الوراثية، جمعية أصدقاء المسنين، كذلك مشروع نزوة لأنماط الحياة الصحية. عندنا من وحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية، عندنا بعض الأقسام مثل أقسام الأشعة والصيدلة والعلاج الطبيعي والتطوير والتدريب من وزارة الصحة. كذلك المهم في هذا الملتقى انه كان يعني في فعاليه للتبرع بالدم، وطبعا حضروا يعني فريق من بنك الدم في مستشفى نزوة، والحمد لله كان الاقبال على التبرع جيد. نعم اخي سيف، طبعا ما شاء الله الجهات المشاركه هي كثيره، لكن طبعا لضيق الوقت نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في هذا الملتقى. سيف البوسعيدي رئيس مجلس اداره مكتبه العلامه الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي، شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا أيضا الأحبة المتابعين لنا عبر شاشة تلفزيون السلطنة والمشاهدين لبرنامج صباح ومساء متواصلين معكم، ونذكركم بسؤال الاستطلاع: هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لتلقي إرشاد أسري لتحسين حياتك الأسرية أو الزوجية؟ وصلتنا العديد من التعليقات والردود عبر صفحاتنا التفاعلية، ذكركم بها مشاهدينا الفيسبوك أومان تي في جنرال والتويتر أومان تي في جنرال. بإمكانكم أيضا مشاهدينا متابعة الحلقة عبر اليوتيوب أومان تي في جنرال. هناك الكثير مثل ما ذكرت من الردود نذكرها كذا على السريع. جنان نور الهدى صديقة البرنامج نوجه لها كل التحية، تقول: تحسين الحياة الزوجية ليس بالمال وإنما بالكتاب والعقل، فالثقافة بالحياة الزوجية والأسرية يعني تحسينها، والنقاش الأمثل أهم العوامل للرقي بها، يعني ما مستعدة. شكرا لك يا نور على الهدى على تعليقك وردك الجميل. أبو الخلد المنذري أيضا من أصدقاء البرنامج سيف، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة أبو الخلد، يقول: نعم أنا مستعد إن شاء الله، وهذا ما أريد أن أحققه في مستقبلي القادم إن شاء الله. نتمنى لك المستقبل الباهر بإذن الله، والحياة الزوجية والأسرية السعيدة بإذن الله أبو الخلد. روحي عمانية كذلك من المشاركين معنا تقول: لا أعتقد أنه مثل هذه الدورات تلقى قبول في مجتمعنا، ولو كانت مجانية فما بالك بأن أخصص لها مبالغ مالية. وأيضا مشاهدينا ناعم العود من صديقات البرنامج نوجه لها أيضا كل التحية، تقول: حسب الواقع أرى الكثير ممن يدفعون مبالغ لحضور الدورات الإرشادية المختصة بالحياة الزوجية
وتجديدها. كل التحية لك والشكر يا ناعم العود. أبو عمار البلوشي كذلك من المشاركين معانا. نعم. يقول أبو عمار: الحمد لله أمورنا طيبة، والشكاوي والشكوى لغير الله مذلة. سبحان الله. تحياتنا لك يا أبو عمار. صحيح. وأيضا من ضمن المشاركين معنا مشاهدينا سهام الأميرة تقول: تحسين الحياة الأسرية والزوجية لا تحتاج إلى دفع مال وإرشاد، وإنما يستطيع الشخص نفسه أن يتقن وينظم حياته وأن يبذل كل ما في وسعه لكي يبني حياة أسرية وزوجية صالحة وسعيدة ومتواضعة. هو إجابته يقول لا طبعا. شكرا لك يا سهام الأمير على ردك الجميل. هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لترقي إرشاد أسري لتحسين حياتك الأسرية والزوجية؟ يقول مجاهد عبده: نعم مستعد، وهذا ما أصبو إليه. نتمنى لك التوفيق. مهرة التفارس تقول: لا مش مستعد أخسر غوازي، أحسن لي أقرأ كتاب وأبعد عن المشاكل. تحياتنا لك يا مهرة. أيضا من المشاركين مشاهدينا أخصائي اجتماعي يقول: الحمد لله بالنسبة لي فتخصصي في هذا الجانب، وأقدم إرشاد لتحسين الحياة الزوجية مجانا عبر المنتديات. وفي نظري من لم تكن لديه دراية بالعلوم الاجتماعية والنفسية والأسرية والحياة الزوجية والأسرية غير مستقرة في بيته، أرى من الضرورة أن يخصص مبلغ مالي لتحسين حياته الأسرية والزوجية، فالحياة الزوجية والأسرية السعيدة والمستقرة لا تقدر بثمن. فعلا يا أخصائي الاجتماعي نوجه لك كل التحية وعلى ردك الجميل ومتواصل معكم. أيضا هزاع الظفري يقول: أنا بصراحة أحب أشجع دراسة هالعلم بدل من دفع مبالغ حق الدورات، في النهاية كسب العلم وحققت الإرشاد. شكرا لك يا هزاع. أحمد الحكماني راسل نقطة، إيش مغزاها هالنقطة؟ الله أعلم، لكن وجه لك التحية أيضا. يمكن قصده يمكن ما راح يخصص مبلغ مالي أو يخصص مبلغ مالي، الله أعلم. أيضا من المشاركين إبراهيم يقول إنه إجراء جيد أن الواحد يحط مبلغ مالي ولمن يتعود عليه، لكن لمن لا يستطيع تنفيذ هذا الأمر طبعا نتمنى له كل التوفيق. شكرا لجميع المشاركين معنا عبر صفحاتنا التفاعلية. فاصل ونواصل معكم صباح ومساء. عودة إليكم مشاهدينا الأحباء المتابعين لبرنامج صباح ومساء بتنظيم من مجتمع الإنشاءات أحد أقسام الهندسة من أجل الحياة بالكلية التقنية العليا بمسقط. يقام معرض هندسة الإنشاءات في الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2013. ومشاهدينا الحديث أكثر حول هذا المعرض وهندسة الإنشاءات ينضم إلينا في الأستوديو الطالب سامي ملا بخش البلوشي، رئيس مجتمع هندسة الإنشاءات بالكلية التقنية العليا. مرحبا بك معنا. مرحبا بك. حياك الله. في البداية أستاذ سامي نتحدث أيضا عن تعطينا نبذة مختصرة عن مجتمع الإنشاءات وكيفية إنشاؤه. مجتمع الإنشاءات بدأت في بداية فصل الدراسة الأول بالكلية التقنية العليا، وهي تحت هندسة لأجل الحياة. نعم. تعتبر فرع من فروعها، وهي مختصة في الجانب الأكاديمي أكثر من جانب الأنشطة. فهذا اللي هو اللي يميزنا بين المجتمعات الأخرى والجماعات الأخرى. نحن هدفنا الطالب يكون يندمج في الدراسة. نعم. والجانب الأكاديمي أكثر من جانب الأنشطة. فمزقنا هذا الجانب الأكاديمي والجانب النشاط العادي المستمر في الحياة الجماعة الثانية، فيكون الطالب يستمتع أكثر ويتعلم بطريقة أحسن من الطريقة الثانية اللي عادية، اللي هي أن الطالب يكون يشارك فقط يعني عضو. نعم. في جماعة ثانية. جميل. سامي، أبرز الأنشطة اللي قام بها مجتمع طبعا أو معرض الإنشاءات أو مجتمع الإنشاءات منذ تأسيسه إلى الآن؟ إحنا طبعا عندنا كثير من الفعاليات، كثير من الأنشطة نسويها. مثلا إحنا ننظم رحلات ميدانية للطلاب، خاصة للطلاب هندسة المدنية والمعمارية، إلى روح للميدان
عشان يستفيدوا اكثر، لان الطالب لازم يروح للميدان يشوف العمل كيف يكون بدلا عن هو يتصفح الكتب كذا، يمكن الطالب ما يكون فاهم، فلما يشوف الميدان يستفيد يستوعب اكثر. فهذا من الانشطه اللي نسويها، نحن ننظم رحلات من الكليه الى الشركه. جميل. ايوه طيب. ايوه ايضا نحن نشارك في الاعمال التطوعيه، في كثير من الاعمال التطوعيه اللي موجوده مثل دار عطاء، حتى شاركنا في المره الاخيره قبل 3 أسابيع في مع فريق كمثل حبه، اذا سمعتوا هنا. نعم. ايوه فعلا. كنا معاهم كبركه، عدد الطلاب كانوا موجودين هناك، حتى الحين في المعرض موجودين مجسم صغير عشانهم. حلو. جميل. ايوه وشاركنا كثير من يعني اي فريق اذا باغي مساعده من عندنا نحن مستعدين نساعدهم. فيكم الخير. ايوه ايضا خدعنا نتحدث ايضا عن معرض الانشاءات، طبعا اليوم تم افتتاح معرض الانشاءات سامي، فلو تحدثنا قليلا عن ابرز الفعاليات المصاحبه لهذا المعرض. ايوه المعرض تدخلها انك طالب، لان دائما السؤال هو ان الطالب المهندس المدني كيف يعرض مشروعه؟ المعماري ما مشكلة، يجيب مجسم صغير أو يبني مجسم يعرضها، لكن التخصصات الثانية مثل الهندسة المدنية والمسح كميات كيف يعرض مشروعه؟ كيف يكون في المعرض هو؟ هذا هو السؤال الصعب اللي كان نحن فتغلبنا بهذا الشيء، أن نحن وفرنا فيديوهات وصور للطلاب الجمهور اللي يجي يحضر معنا في الحضور في المعرض. يكون لما يدخل هناك في أركان، لما يدخل ركن يعرف الفرق بين الهندسه المدنيه والهندسه المعماريه والمسح كميات وهذه التخصصات. نعم. ايوه. طيب سامي، يعني ابرز الاركان المتواجده داخل المعرض؟ عندنا ركن اسمه بيلدينج بروسيس، او يبين لك البنايه كيف تبني. نعم. ايوه في مقسمات كثيره، مراحل البناء. اي مراحل البناء. نعم. فاولها انك تحفر المبنى وكذا والى اخره، فلما شخص يجي يحضر يكون معنا يفهم ان البناء كذا يبني. ما على طول يعني نحن نبنى لازم ليش نحفر نحن والبداية قبل ما نبني. نعم. ليش هذا الامور؟ فهذا ما راح بناه هو ابرز الاشياء، زائد ان سوينا موديل اللي هو مجسم صغير للسكيل الكليه المباني الهندسه 3. فعندنا مقسمات، اذا لو تقدر تشوفوا هناك الحضور يجوا ان شاء الله يزورونا، تعبنا عليهم كثير. الله يعطيكم العافيه. ايوه فمقسمات نفس السكيل الحقيقي موجوده. نعم. نحن بنفسنا اخذنا القياسات المبنى كامل يعني ما شاء الله وكذا. ايوه حلو. جميل. تعبنا عليه. نعم طبعا. نعم. المعرض افتتح اليوم ويستمر حتى ان شاء الله 19 من الشهر الحالي، يعني تقريبا 3 أيام. أيوة. خلينا نتحدث سامي عن اليوم، كيف كان اقبال الطلاب والجمهور على المعرض؟ الطلاب لما دخلوا، لان اول دخول تدخل فيه في عندك باب ينزل فيه ضغط، تسوي ضغط تضغط عليه. نعم. ينزل الباب. فهذا كان شيء جديد، لان كالعاده نحن نفتتح اي حفله بشريط نقصها. ايوه احنا كنا نغير هذه المره ما نسوي شريط، فصنعنا هذا الباب مع انه ما تخصصنا في صنعناه، ونزل بشكل صحيح نجحنا فيها. ولما تدخل في اشياء كثيره، يقول كان اول ما تدخل اول ركن يكون عند جنبك، يكون ركن سيفتي فيرست. نعم. فلانك كل مشروع تبدا فيها وكذا، فالجمهور حب هذا العمل يعني، لانك في اندماج وفي انك تمشي وتسال وكذا كثير. ما بس انك راح تمشي وتضرب لفه وخلاص. حلو. طيب سامي، يعني ابرز الاهداف اللي دائما يعني تسعى تحقيقها من خلال هذا المعرض؟ الهدف ان الطالب، احنا بغينا نخبره انه ممكن نحن نشتغل في انشطه ونكون درجاتنا تكون عاليه. ما بس ان الطالب يكون في الكليه، يكون من المحاضره الى البيت، فهذا شيء ممل، فحتى الطالب يمل. فلما الطالب يندمج مع الانشطه والدراسه، هذا يخلي الطالب يكون يحس الكليه يجي انه في شيء انا اسويه في الكليه غير عن الدراسه. الله. لما جبنا هذا الشباب اللي معاي الحين، معظمهم جدد ما اشتغلوا قبل، ولكن هم سهروا في الكليه من يعني الى الفجر، حتى في طلاب امس ما رجعوا للبيت، موجودين في الكليه من امس. الله عليهم، لانهم اشتغلوا. ايوه ان شاء الله. هل في جهات مشاركه كانت معاكم ايضا سامي؟ وخلي ايضا نتحدث عن مدى الاستفاده انتم كطلاب من مثل هذه المعارض. طبعا ما في جهات مشاركه، نحن وحدنا كلنا نسوي مجتمع ان شاء الله، لان عددنا كبير نوصل فوق 50 طالب ما شاء الله، فما احتجنا للمساعده ثانيه الا من الكليه وهذه الامور الاداريه. اما الاستفاده تكون يعني نحن لما نسوي مشروع نشرح للطالب، مثلا انا الحين اعرض شيء مجسم، فلما اشرح للجمهور انا اكون استفيد اكثر. صحيح. لان المعلومه تتسخ في عقلي، لما انا اشرح له شيء واذا عنده هو سؤال اسال نفسي مره ثانيه أنا ليش كذا؟ أروح أرجع لمعلوماتي مرة ثانية. وأيضا تبادل الخبرات سامي أحيانا. أيوة يعني صحيح. لما السائل
المجيب على الأسئلة. أيوة أكيد. أيضا سامي لو نتحدث قليلا عن يعني المجتمع هندسة الإنشاءات كذا الخطط اللي ترموا إن شاء الله تعالى لتحقيقها. إن شاء الله يكون عندنا انتخابات بعد المعرض لأن أنا خلاص آخر فصل في الكلية وتخرج. ما شاء الله. إن شاء الله ويكون عندنا طلاب. مقدمة مبارك لك التخرج. مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. إنزين فاحنا سوينا خطة إن نسوي انتخابات فاحنا قاعدين نختار ناس اللي نراقبهم من خلال العمل المعرض. فلازم في هذا هذه فرصة الحين المعرض حالي أنا أشوف من الشخص المناسب يمسك المسؤولية. بعدي أنا. الله. كيف حلو. يعني كونك الحين رئيس مجتمع الإنشاءات بالكلية التقنية العليا سامي خلال تجولك في المعرض أبرز خلينا نقول الأعمال اللي لفتت انتباهك. والله عندنا يعني عمل هناك مكون من أكواب مستخدمة من طلاب ريسايكل عمل مجسم كبير. إعادة تدوير. أي إعادة تدوير. فما خرب عليكم المفاجأة أتمنى تزورونا هناك. وفي أضواء كثيرة يلفت انتباهك أول ما تدخل المعرض يكون عندك شعار اللي هو هذا الشعار موجود زائد أن مقابلك هو هذا المبنى اللي فيه أضواء. هل واجهتوا نوعا ما من الصعوبات أثناء يعني إنشاءكم لهذا المعرض سامي؟ أيوة أكيد لأن كلية التقنية فيها عدد طلاب كثير وعندنا كلاسات كثيرة فواجهنا اختبارات ونقص في العدد في الشغل زائد أن لما بغينا نسوي معرض في المكان اللي هو قاعد متعدد الأغراض اللي هي MPH نحن نسميه فكان في هناك حصص ونحن لازم نجهز المعرض بكرة عندنا معرض وفتحوا لنا المكان هذا الساعة 7 ما شاء الله أيوة يعني كان الوقت أيوة خلاص سريع ضيق جدا أيوة وما عندنا وقت الديكور كذا فاضطرينا نسهر هناك يعني سامي ذكرت أنت قبل شوية يعني لما سألتك هنا تكلمت عن مدى الحضور الطلبة لهذا المعرض ولكن أسألك عن مدى أيضا تفاعلهم من خلال الأركان المتواجدة على في المعرض أيوة كالعادة الطالب في المعارض يكون تكون مملة لسبب أن الطالب ما يكون يشارك نحن عندنا أقسام هنا تكون شارك فيها في قسم للألعاب الذكاء انك تجي هناك يكون تندمج تفكر عندك 30 دقيقة تسوي هذا الشيء فلاني كذا كذا فهذا يكون طالب يكون ما بس يجي المعرض يسمع كلام حد جاء هو يفكر ايضا وعندنا قسم في الاقسام عندنا في كذا لوائح تكتب فيها ارائك واقتراحاتك اللي تسمع حلو أيوة. هل استخدمتم في أثناء يعني المعرض من الأعمال المتواجدة مثلا اقتراحات الهيئة الأكاديمية طورتوا من بعض مثلا البرامج المقدمة لكم استفدتوا منها من خلال هذا المعرض احنا كالعادة صعب نحن مربوطين بالوزارة صعب نحن نغير برنامج دراسي ولكن وش سوينا مثل ما خبرتكم في طلاب يشرحوا للطلاب هذا اول نشاط نحن اول مرة نسويه في عنا أشياء ندرسها خارج الكلية نقدر نوصلها للطلاب داخل الكلية مثلاً نحن عندنا برامج في الهندسة المدنية ما موجودة في الكلية ما يدرسون إياها في طلاب راحوا المعاهد درسوها وإن شاء الله مفكرين نقدمها فصل جاي للطلاب الثانيين الموجودين في الكلية جميل جهود بارزة سامي الله يعطيكم العافية عليه ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في اليومين القادمين أيضا من المعرض نذكر بأن المعرض راح يستمر إن شاء الله متابعينا حتى 19 من شهر يونيو من الشهر الجاري نتمنى التوفيق لك سامي وأيضا جميع الزملاء سامي مولى بخش البلوشي رئيس مجتمع الإنشاءات بالكلية التقنية العليا شكرا لك سامي لازلنا متابعينا معكم في برنامج صباح ومساء انتهت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان من مشاركتها في مهرجان روان أرمادا 2013 لتبدأ رحلتها متجهة إلى مدينة ديان هيلر الهولندية حاملة معها رسالة الصداقة والسلام نتابع التفاصيل في التقرير التالي ولنا عودة في هذه البقعة النورماندية حيث يشطر نهر السين مدينة روان إلى ضفتين اختتمت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان مشاركتها للشعب الفرنسي مهرجان روان أرمادا مستلة أشرعتها متجهة إلى مدينة دين هيلدر الهولندية حاملة معها رسالة الصداقة والسلام إلى مختلف شعوب العالم استطاعت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان أن تحقق الأهداف المرجوة والمرسومة لهذه المشاركات والمتمثلة في إبراز الحضارة العمانية والإرث البحري
وكذلك توطيد العلاقات مع الشعوب ومع أطقم السفن والجماهير التي زارت السفينة. حقا إنه لشرف كبير لنا أن نمثل السلطنة في هذا المحفل البحري العظيم. القناة الفرنسية الثالثة اختارت السفينة لتكون المكان الذي تبث منه نقلها المباشر للمهرجان في اليوم الختامي، نظرا للمكانة المميزة للسفينة في هذا المهرجان. لقد اخترت 10 سفن من هذه الأرمادة، وأعجبتني هذه السفينة لتاريخها المتميز مقارنة ببقية السفن الرمادية والفرنسية والنرويجية. إنها سفينة جميلة وإحدى السفن العريقة في ميدان الملاحة العالمية، الأمر الذي دفع بنا إلى المجيء لهنا لتصوير هذا البرنامج. فقد أثار طاقم هذه السفينة إعجاب سكان مدينة روان الذين يعترفون بمهارة شباب عمان. عدد من طلاب مدرسة سانت نيكولاس تكبدوا عناء السفر من مدينتهم التي تبعد أكثر من ساعة بالقطار ليقوموا بتقديم هدية تذكارية للسفينة عبارة عن عروض تقديمية ورسومات عبروا خلالها عن مدى إعجابهم بها، واصفين السفينة بالأكثر شعبية بين السفن المشاركة. يعمل ابني تيبو على سفينة شباب عمان، وقد قام بأبحاث حول التاريخ وأصول السفينة والصور والخريطة الجغرافية، كما أنه قام برسم العلم العماني. وها هي الجماهير الفرنسية تودع سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان بعد مشاركة ناجحة في مهرجان روان أرمدا لهذا العام، متمنية لها كل التوفيق في محطاتها القادمة. لتلفزيون سلطنة عمان النقيب سعيد بن حمد الغيلاني، مدينة روان الفرنسية. حياكم الله مشاهدينا والمتابعين لبرنامج صباح ومساء، وأيضا فقراتنا ومحطاتنا متواصلة معكم. إن رعاية الأسرة مشاهدينا بإرشادها وتوجيهها هي السبيل لرعاية المجتمع وحمايته، لذا فإن الخدمة الإرشادية للأسرة وأفرادها أضحت في هذا الزمن المتسارع محورا أساسيا ضمن محاور رعاية المجتمع وحمايته وصيانته وضمان سلامة نموه وتطوره. من هنا تأتي أهمية الإرشاد مشاهدينا الأسري، على اعتبار أنه يؤدي دورا أساسيا في مساعدة الأسرة وتنمية قدراتها وتأهيلها للقيام بوظيفتها. ضيفنا للفقرة اليوم الأستاذ صالح بن عبيد الخالدي، مدرب معتمد في التنمية البشرية. مرحبا فيك معنا المرة الثانية الأستاذ صالح. حياكم الله، مرحبا فيكم ورحب بجميع المشاهدين كذلك. حياك الله معنا في برنامج صباح ومساء، وأيضا مباشرة ندخل في صلب الموضوع عن الإرشاد الأسري، يعني تعريفه مفهومه وأهدافه. حلو. طبعا الإرشاد الأسري كتعريف وكمفهوم هي العملية التي يقيم بها المرشد المسترشد للوصول إلى حل معضلة ولا حل مشكلة موجودة عند المسترشد. فنحن لما نيجي نقيم طبعا هذا الموضوع، طبعا من التعريف هي مش عملية تلقين معلومات للمسترشد، وإنما هي يعني مجرد أفكار نعطيها للمسترشد للخروج من حالته اللي هي موجود فيها. ونحن لما نتكلم مثلا عن العملية الإرشادية، العملية الإرشادية يعني حتى ذكرت حتى في مواضع كثيرة من الآيات والأحاديث النبوية، يعني كتوجيه رباني ولا كإرشادات نبوية. فنحن لما نتكلم عن مسألة الإرشاد، يعني مسألة الاستماع إلى شخص يكون حكيم في الموضوع، شخص ممكن يخرج الشخص اللي عنده المشكلة من هذه المعضلة اللي موجود فيها. فإذا جينا حتى نظرنا إلى ممكن موضوع بسيط اللي موضوع الشقاق عند الزوجين، ذكر في الآيات وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فمسألة الحكم من أهله والحكم من أهله هم المرشدين الذين يقومون بعملية الإصلاح، والزوج والزوجة هم الخصمين. فمسألة الإرشاد في توجيهات ربانية وحتى إرشادات نبوية في مسألة الإرشاد الأسري والإرشاد العائلي. نعم أستاذ صالح، إحنا يعني من خلال سؤال استطلاع كان، هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لتلقي إرشاد أسري لتحسين حياتك الأسرية والزوجية؟ وصلتنا الكثير من الآراء والتعليقات، لكن قبل أن نستقرأ هذه طبعا نتائج الاستطلاع، دعنا نتحدث عن أهداف الإرشاد الأسري والإرشاد الزوجي.
حلو. طبعا الأهداف من الإرشاد الأسري، أول خلينا نفرق ما بين الإرشاد الأسري والإرشاد الزوجي. الإرشاد الأسري هو يشمل العائلة ككل، فقد يكون الإرشاد ما بين الأب وأبنائه، ما بين البنت، ما بين الأم وبناتها، ما بين الأخ وأخوانه، ما بين الأخت وأخواتها، بينما الإرشاد الزوجي ما بين الزوج والزوجة، هو يختص فقط بالزوج والزوجة. فنحن لما نتكلم عن الأهداف من الإرشاد هي بناء أسرة صحيحة سعيدة، يعني فيها حياة سعيدة وناجحة. وطبعا نحن نعرف ككل بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. فإذا حدث خلل في هذه الأسرة أكيد راح يحدث خلل في المجتمع، سواء من ناحية الاجتماعية، من ناحية النفسية، من نواحي كثيرة. فنحن نبادر لعلاج هذه المشكلة اللي قبل ما تحدث في المجتمع، نعالج النواة الأساسية في هذا المجتمع اللي هي الأسرة. فطبعا مسألة الإرشاد تعتبر مسألة جدا مهمة، وإنك توصل أو توصل لحل المشكلة. نحن دائما نقول في موضوع الصحة النفسية ولا الصحة العائلية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالمسألة نفسها في المسائل الأسرية ومسائل الاجتماعية، مسألة الإرشاد نحن نقي نفسنا من المشكلة قبل ما نقع فيها. فمسألة جدا مهمة أن نسترشد بالناس الواعين، الناس الفاهمين في هذا الموضوع، عشان نوصل لنتائج إيجابية، عشان نوصل لحياة أسرية سعيدة، على أساس نوصل لحياة زوجية أيضا سعيدة. الأستاذ طبعا صالح، يعني لو قد يسأل سائل يعني كيفية بناء، يعني ما الذي ينبغي لبناء أسرة سعيدة يسودها الحب والتفاهم والوئام؟ حلو. طبعا دائما نحن نذكر في هذا الموضوع خاصة بالنسبة للمسائل الأسرية والمسائل الزوجية مسألة الصراحة. الصراحة لازم تكون في البداية هي الحجر الأساس في بناء أسرة سعيدة، ومن ثم يأتي مسألة الحوار، الحوار الأسري الودي العاطفي الذي يكون يعني مغلف بالكلمات المحببة لدى الأسرة ولا لدى الأطفال ولا لدى الأبناء ولا لدى الزوجة، نفس الشيء. فنحن لما نتكلم عن هذا نفس الشيء، مسألة احترام وتقبل الطرف الآخر، كل واحد يحترم الثاني. إذا بنينا هذه الأسس أكيد راح نوصل لحياة أسرية سعيدة. وبعدين نيجي لمسألة العلاج أو الإرشاد العلاج الوقائي. دائما نحن لما نتكلم عن الإرشاد العلاج الوقائي، ممكن رب الأسرة ممكن عنده موضوع معين، هو يحس يمكن هذا الموضوع ما مأثر على الأسرة كمشكلة ولا كإشكالية، ممكن نظرته السطحية هو ينظر إليها أنها مش مشكلة. ولكن لو ذهب إلى مرشد اجتماعي ولا مرشد أسري ولا مرشد يعني نفساني، هو راح ممكن يقيم الوضع أن هذا الوضع يستاهل أن الواحد يتدخل في الموضوع، ممكن راح يعطي نصائح وأراء راح تفيده قبل، نحن ما نقول قبل ما يوقع الفاس في الرأس ولا قبل ما توقع الضربة الكبيرة. يعني دائما الناس تنتظر لما توقع الضربة في ذلك الوقت يروح يهرعوا ويبحثوا عن الناس يحلوا مشاكلهم. صحيح. فنحن صحيح. نقول ليش ما تبادر إلى مسألة أنك يعني تقضي على المشكلة قبل ما تمتد وتستفحل يعني. فهذه المشكلة جدا، يعني هذه المسألة جدا مهمة، مسألة يعني جدا ان الواحد يعني يبدي. يعني نحن طبعا لما نتكلم عن المرشد، طب مش اي مرشد، المرشدين تختلف المرشد لمرشد ثاني، في هناك ضوابط اجتماعيه وقوانين معينه للمرشدين، طبعا لازم يكون فاهم الموضوع، لازم يكون دارس الموضوع من كل جوانبه. نعم استاذ صالح، يعني انت قلت من الاسس الاسره السعيده لابد من الصراحه. طيب الكثير من الزوجات يشتكون من عدم صراحه الزوج، وايضا بالمقابل الكثير من الازواج يشتكون من عدم صراحه الزوجه. فيعني ايش الحل؟ يعني لا من هنا في فائده ولا من هني، فايش نصائحك؟ طبعا بالنسبه للصراحه، دائما الناس يعني ما تخاف من مساله الصراحه. ليش؟ لانها هي تخاف يمكن اذا قالت، يعني سواء الطرف الزوج ولا الزوجه، تخاف من مسألة إنها مثلا، ولا إنه مثلا لو ذكر لو كان صريح ممكن هذا راح يؤدي إلى مشاكل أكبر. ودائما نحن منظورنا يعني منظورنا إنه ما نريد نقع في المشاكل، ولكن ممكن هذه الصراحة راح تتفادى من خلالها مشاكل يمكن أكبر يمكن ما كنت متوقع عنها. نحن دائما مسألة الصراحة ما بين الزوج والزوجة هي العامل الأساسي في استمرار الأسرة والأسرة الصحيحة اللي تبني ولا تعلم أولادها نفس الشيء وأبنائها. مسألة الصراحة خاصة في البيت، حتى لو طلعوا برا البيت واجهوا طبعا بيئات مختلفة ولا مجتمعات مختلفة وكانوا صريحين مع أباهم وأمهاتهم، راح يقضي على جذور كثيرة من المشاكل اللي نحن في غنى عنها حقيقة. صحيح. فالصراحة جدا مهمة، تعلم أبنائك الصراحة، تكون صريح مع زوجك ولا تكوني صريحة مع زوجك، كل هذه الأمور تساعد في بناء أسرة سعيدة وأسرة طبعا ناجحة. نعم أستاذ صالح، طبعا يطول الموضوع في هذا الحديث في هذا الموضوع، ولكن نتحدث قليلا عن الأدوار، بعض الأدوار الاجتماعية والتربوية للأسرة في المجتمع. طبعا نحن لما نيجي نتكلم عن الأدوار الأسرية في المجتمع،
ذكرت بأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. إذا كان هناك أي خلل في الأسرة راح يؤدي في الأساس إلى خلل في المجتمع الذي نحن واقعين فيه. نحن لما نذكر ممكن الدراسة اللي قامتها الأخت محمد، يعني مسألة هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لتلقي إرشاد ولتحسين حياتك؟ طبعا نوجه لها التحية أستاذة محفوظة العامرية القائمة على هذه الدراسة. حقيقة يعني أنا يعني من الدراسات القليلة والنادرة من واحد يقوم بهذه الدراسات، لأن الناس حقيقة فعلا هي محتاجة للإرشاد الأسري. خلينا نتقمص شخصية الإنسان السلبي. الإنسان السلبي دائما يقول في عقله، يقول أنا ما محتاج، أنا يعني أنا قادر بعقلي، أنا قادر بكياني أحل مشكلتي، فليش أحتاج إلى مرشد اجتماعي ولا مؤسسة إرشادية يعني عشان يتدخل ويحل مشكلتي مع زوجتي ولا يحل مشكلتي مع أولادي، وأنا يعني قادر على هذا. هذا لسان حال كثير من الناس حقيقة يقول هذا الموضوع. ولكن نحن لما الشخص كما قلنا لما تقع المشكلة الكبيرة ولا يقع الفاس في الرأس يبدأ يهرع ويقرأ ويدور على أقرب الناس إليه. صحيح. في هذاك الوقت لما نسأله ليش ما دورت على مرشد اجتماعي يساعدك في حل المشكلة، بيقول بلسان حاله حتى باللهجة المحلية، وش تشوفني صغيرا هدور مرشد؟ أيوة. هذا هو الجواب دائما يعني. بعدين نحن لما نيجي في الموضوع ونتعمق أكثر دائما نجد بأن يعني المرأة هي يعني بحكم ضعفها وبحكم ليونتها وهذا هي دائما تبحث عن المرشد أكثر من الرجل. يعني في إحصائية ممكن قريبة للإحصائية يعني اللي ذكرتها الأخت أم محمد وجه لها تحية، نفس الشيء ممكن في دولة خليجية قريبة طبعا تذكر بأن في دراسة أقيمت على أحد المؤسسات الإرشادية اللي كانت نشطة هي حقيقة. هذه المؤسسة الإرشادية النشطة طبعا عملت دراسة لمدة سنة في استقبال مكالمات الناس اللي تسلبها للإرشاد. فوجدت بأن عدد المتصلين من النساء أكثر من يعني بنسبة 62% تقريبا. هنا السؤال، هل المرأة عندها مشكلة أكثر ولا هل المرأة مثلا هي تعاني مثلا من قصور، ولا هل هي فطرتها ولا طبيعتها تختلف عن طبيعة الرجل وهي اللي خلاها تتصل؟ ممكن تكون هذه الأسباب. أنا رد عليك، تفضلي. لأن المرأة أحس مهتمة ببيتها أكثر من الرجل. حلو، ممتاز. وأنا أرد على سؤالك نفسك، لأن حقيقة الحين بكون بجانب المرأة. يعني دائما المرأة تكون هي، نحن نقدر نقول دائما المرأة تكون هي المظلومة، دائما تكون هي يعني الواقع الظلم عليها. الله عليك يا مهتم، تكون هي اللي يعني الافتراء والبهتان عليها، بينما يعني ولذلك هي تهرع عشان تحل المشكلة، تحل المشكلة الموجودة في البيت قبل ما تستحل، بينما الرجل دائما هو يقع في جانب الظالم. يا ناس هذه المرأة هذه اللي عنده الكبرياء والعزة واللي ما يريد ينزل من نفسه على أساس أنه يروح لمرشد اجتماعي ويسأل. ولذلك حتى أنا استقريت من بعض الملاحظات اللي قريتوها الحين في الرسائل قبل شوية، معظم الرجال كانوا يقولوا لا ما مستعدين نخسر حقيقة مبالغ على المرشد الاجتماعي. بينما هو في واقع أنت ممكن تخسر مبلغ بسيط، ممكن راح يقيك من مشاكل، ممكن أنت في غنى عنها في المشاكل. صحيح. ممكن مشاكل عائلية، مشاكل في الأبناء، مشاكل مع الزوجة. فوش الدافع؟ صحيح أنا ما مستعد، بعض الناس يقول أنا ما مستعد أدفع على أساسه، لكن هل أنت مستعد تغامر بحياتك كلها؟ صحيح. وتعيش في حياة كلها أكيد. مشاكل؟ هذا السؤال. نعم. مستر صالح، دعنا نستعرض نتائج الاستطلاع طبعا على السؤال الذي كان هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لتلقي إرشاد أسري لتحسين حياتك الأسرية والزوجية. نوجه التحية للأستاذة محفوظة العامرية، وأيضا هذه الدراسة هي من تبنتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. طبعا نشكر فريق العمل القائم على هذه الدراسة، ونرى نتائج الاستطلاع سويا على الشاشة. نتائج الاستطلاع طبعا لو نستقرأها سويا مدرب صالح. طبعا هي طبعا السؤال، هل أنت مستعد لتخصيص مبلغ مالي لتلقي إرشاد لتحسين حياتك الأسرية والزوجية؟ درجات التأييد اللي ذكروا نعم طبعا من الذكور 52%، ونسبة الإناث 88%، وهذه تؤيد البحث اللي ذكرته قبل شوية. صحيح. صحيح. يعني نسبة الإناث في مسألة التأييد هي أكبر من نسبة الذكور، وهذه كما قلنا أن المرأة دائما هي تكون في هذا الواقع. بينما لما نيجي لمسألة لا، طبعا الرجال كانوا 42% والإناث كانوا 12%، ونفس الشيء يؤيد نفس الدراسة اللي ذكرتها سابقا. نعم، لكن نسبة التأييد هي يعني 73%. نعم. بالمقابل طبعا من يعارض تخصيص المبلغ المالي 27%، نسبة قليلة جدا. يعني نرى أعتقد أستاذ صالح أن نسبة التأييد هي كبيرة 73%. في الجانب القسم المعارض هو جزء قليل، لكن
لما نجي إلى الواقع العملي يعني الجميع يطالب بالتخصيص مبلغ مالي، ولكن أين التطبيق من هذه الدراسة؟ ولذلك نحن نعاني في مسألة الإرشاد الاجتماعي والإرشاد الأسري، يعني مسألة ممكن الحضور الإعلامي حقيقة يعني قليل في هذه المسألة. الناس ممكن يعني أنا دائما أطالب مثل ما هناك مركز صحي في كل منطقة وطالب بمركز إرشادي في كل منطقة. المسألة الإرشادية كما ذكرت هي مسألة جدا مهمة، إذا نحن بنينا النواة الأساسية للمجتمع اللي هي الأسرة بناء صحيح ولبنة صحيحة أكيد رايح نطلع بنتائج إيجابية ونتائج صحيحة. فنحن لما نتكلم عن البناء الأسري من خلال الإرشاد أنت تعالج مشكلة قبل ما توصل إلى مثلا مرحلة متقدمة، يعني نحن لما نتكلم عن مسألة مثلا يعني العلاقة، أنا كنت في أحد الدول الخليجية وطبعا قرب مؤسسة إرشادية نفس الشيء، مؤسسة معروفة ومرموقة، فتفاجأت بعدد السيارات الموجودة. بالعادة أشوف عدد السيارات صغيرة مش كبير يعني عدد قليل، فشفت عدد كبير. طبعا لما دخلت المبنى وسألت صاحب المركز قال المشكلة طبعا أنت المسألة نحن الحين يعني مسألة الإرشاد الحين زادت واستفحلت وممكن تطورت إلى مسائل كبيرة والناس بدأت تبحث، يعني نحن الحين الناس طالعين مثلا من إجازات رايحين إلى دوامات، فتبدي لما معظم الناس لما يبدوا دوامات يبدي مسألة القلق والضيق والتوتر والكآبة وكل شيء يبدأ بعد في الدوامات، يعني على حسب دراسته هذا الأخ العزيز. فيقول المشكلة أن الناس دائما، فنحن يعني ممكن ضعف إيمان، ممكن قلة ثقة، ولا ممكن عدم رضا بالواقع اللي هو موجود فيه. بالإضافة إلى عدم وجود المرشد الصحيح اللي يرشد. أنا دائما أقول لأي إنسان أنت قبل ما تدخل أي عمل، سواء عمل سواء زواج سواء أي مشروع أسري مشروع اجتماعي، لازم تسأل صحيح. أو لازم تسترشد بالموضوع. فليش أنت تدخل في موضوع في أي حاجة حتى إذا مشروع اقتصادي أنت فما بالك بتتكلم عن مشروع زواج ولا مشروع أسري وأنت تمشي على خطى من غير هدي، يعني ما في عندك خطى واضحة. وهذا تعتبر من الأسس المهمة. فالإرشاد مسألة جدا مهمة، مسألة يعني نحن سواء شئنا أم أبينا هي مسألة نحن نحتاجها في واقعنا فعلا. نحتاجها في مجتمعاتنا بسبب الضغوط الحقيقة اللي يعاني فيها الأفراد. الحين صرنا يعني واقعين في ضغوطات كثيرة، ضغوطات مالية، ضغوطات أسرية، ضغوطات. فالإنسان ما يعرف يعني يمكن لسان حاله أنا أريد أحد يرشدني لهذا الموضوع، أريد أحد يرشدني لهذه المشكلة اللي أنا واقع فيها. يعني ممكن زمان كان الأمور كانت أسهل، يعني كان يمكن رب الأسرة ولا سيد المنطقة ولا شيخ الحي هو اللي كان يحل المشاكل. الحين قنوات الاتصالات زادت، يعني عندنا الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر، وسائل الاتصالات حقيقة في عندنا مجموعات إرشادية كثير عميقة كثير قوية كثير متمكنة. ولكن كما ذكرت هي المسألة تحتاج إلى ضوابط في النهاية. نحن دائما نسأل نقول للناس موجود الوسائل الإرشادية ابحث عنها. أيوة يعني لأن الكثير من يتساءل عن وجود هذه المؤسسات الإرشادية أين هي، هل هي متواجدة بالفعل؟ هي متواجدة ممكن قليلة، يعني نحن لا ننكر وهذا واقع عنها ممكن موجودة ولكن بقلة، ولكن يبقى الدور على وسائل الإعلام لإظهارها. دور كبير لوسائل الإعلام أن تظهر هذه المسائل وتوضحها للناس. طيب أستاذ صالح، يعني هذه المراكز الإرشاد اللي ذكرناها وموجودة في السلطنة، إحنا استعرضنا قبل قليل نتيجة الاستطلاع، يعني أين تكمن المشكلة؟ هل في الإشهار الإعلامي لهذه المراكز أم ماذا؟ حقيقة هي عبارة يعني مش يعني ما نلقي اللوم على جهة معينة، ولكن هي تكاتف جهود، يعني مثل الجهات الحكومية تحتاج أنها تتدخل في هذا الموضوع، والجهات الأهلية نفس الشيء، والخاصة أنها تضع ضوابط وقوانين تظهر هذا الموضوع، موضوع الإرشاد يعني بي 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 يعني بي بكثافة إعلامية أقوى مثلا على أساس أنها توصل للناس. يعني أنا ذكرت مسألة الإرشاد مثل ما معانا في كل حي وفي كل منطقة مركز صحي، نحن نحتاج أيضا إلى مركز إرشادي في كل منطقة. الناس محتاجة، يعني الناس ما مستعدة مثلا تيجي في مراكز مثلا إلى مسقط وهم محتاجين في المنطقة اللي هم فيها. المركز الإرشادي يساعد مشكلة في توجيه الناس فقط، وإنما في علاج مشاكلهم اللي هم غارقين فيها، وممكن يحتاجوا إن كلمة واحدة ممكن تأثر على إنسان. ممكن تنزله صحيح. ممكن ترفعه. فمراكز إرشادية طبعا بضوابط قوانين معينة، طبعا من خلال ناس دارسين وفاهمين في الموضوع، مش حي الله واحد ونفتح المجال هكذا لكل من هب ودب. لا، المسألة يحتاج فيها ضوابط، يحتاج
يحتاج فيه قوانين. وكل هذه كما ذكرت مسألة تكاتف أدوار المؤسسات الحكومية، المؤسسات الأهلية الخاصة، لازم تكثف أدوارها بهذا الموضوع على أساس نوصل لنتائج إيجابية، نبني أسرة صحيحة لبناء مجتمع أفضل ومجتمع يعني يكون يخلو من الأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية اللي نحن واقعين فيها. نعم، ما هي الآثار المترتبة من وجود مرشد أكاديمي، مرشد دعنا نقول أسري، في حياة الشخص وفي حياته الأسرية؟ ذكرت مسألة، ممكن مثل أذكر، درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني هذا أغلب الأمثلة. نحن يعني أنا ذكر في بعض الأحيان نحن خاصة الشباب والشابات الموجودين في أسرنا وفي مجتمعاتنا يعانون كثير من الأمراض النفسية الموجودة معنا. ليش؟ لقلة الوعي الثقافي الأسري. نعم. يعني بعض الأحيان نحن عندنا مسألة مثلا يعني اللي نسميه نحن العاطفي، قلة العاطفة الموجودة في الأسرة، يعني هذا الجفاف العاطفي نحن نسميه، يعني بعض الأحيان وكثير هذا الجفاف كثير العاطفي. الجفاف العاطفي هذا كثير. نعم. كثير موجود. يعني الحين نحن يعني قليل المدح لأبنائه، على سبيل المثال مثلا ابنه جاي من السفر ممكن عمره 18 20 سنة وحتى ما يحضنه، فنسأله ليش ما تحضنه؟ يقول لا عيب، كيف احضنه؟ نعم. هو رجال كبير، يحس بيه جفاء. ليش عيب؟ هذا ابنك في النهاية. نعم. يعني الابن ولا البنت ولا الشاب ولا الشابة إذا ما حصلوا هذه العاطفة ولا هذا الحنان في البيت، وين رايحين يبحثوا عنه؟ رايحين يبحثوا عنه خارج البيت. أكيد. وهذا اللي نحن تبدي من خلاله المشاكل، وتبدي من خلاله الأشياء الثانية اللي نحن حقيقة في غنى عنها. صحيح. كثير فعلا. من المشاكل ممكن نعالجها من خلال الإرشاد والتوجيه الأسري. ممكن تدفع الحين مبالغ بسيطة لقاء حياة سعيدة وحياة ناجحة. نعم، وأيضا لا ننسى أيضا الاستحياء. يعني مدرب صالح له، يعني أحيانا نحس أنه في نوع من الاستحياء أنه يذهب إلى ذلك المرشد. نعم، وهذه نقطة جدا مهمة، ولذلك أنا أطالب كما ذكرت مرة ثانية أكرر هذه المطالبة بمركز إرشادي في كل منطقة وفي كل ولاية. يعني مثلا الواحد لما يكون في منطقته ولا مركزه ولاية ولا مركز ولايته. نعم. مكان مكتب إرشادي، هو ما يتعنى يروح إلى مكان بعيد على أساس يوصل لذيك المنطقة وما حد يشوفه أنه عنده مشكلة. ممكن هذاك الموجود في منطقته ممكن يعرف مشكلته أكثر. ممكن يوصل يعني ويكون عنده أريحية أكثر للوصول إلى هذا الحلول اللي هو يريدها. فليش نحن يعني نصعب الناس على الموضوع؟ نعم. فمسألة الإرشاد جدا مهمة، موضوع جدا مهم حقيقة. ولذلك أنا حتى يعني الإحصائية، ولو أنها يعني إحصائية كما قلنا لكنها تبشر بالخير، يعني عدد كبير من الناس أجابوا بكلمة نعم. فكثير من الناس عندهم وعي بهذا الموضوع حقيقة. نعم. يعني ومجرد تأصيل الموضوع من خلال أن نكثف الحملات الإعلامية فيه. نعم. نكثف تكاتف المؤسسات الحكومية والمؤسسات نفس الشيء الأهلية الخاصة في هذا. نعم. الموضوع. الحديث شيق وذو شجون. الأستاذ صالح نشكرك على وجودك معنا في برنامج صباح ومساء. أستاذ صالح بن عبيد الخالدي، مدرب معتمد في مجال التنمية البشرية، شكرا لك. وأنا أشكر المشاهدين على حسن إنصاتهم واستماعهم لهذه الفقرة. الله يعطيك ألف عافية. وبهذا متابعينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم، نلقاكم غدا بمشيئة الله بحلقة جديدة، ونستقبل آراءكم وتعليقاتكم عبر صفحاتنا التفاعلية على الفيسبوك أمان تي في جنرال، وعلى تويتر @أمان تي في جنرال، وأيضا يمكنكم مشاهدة البرنامج على العنوان أمان تي في جنرال. دمتم على الخير والمودة وفي أمان الله وحفظه، وأترككم مع همسة المساء مع سيف. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وهمسة المساء تقول دع الماضي يمضي وأحاديث الخصوم تمضي، فهل سمعت عزيز المشاهد بشخص ربح سباقا وهو ينظر إلى الخلف؟ دمتم على خير، وإلى الملتقى بمشيئة الله. إلى اللقاء. شكرا لك.